ثم الشكر لكم يا متغسل. بارك الله فيك. احنا اذا ندعوكم مشاهدينا الكرام بانه تعملوا على التوفير البريدي، مهم جدا لكم ولاسركم ولمستقبلكم. والاخ فضل حصل على هذا المبلغ ليس منا وانما من الله سبحانه وتعالى وبركات الله، فلكم مني خالص الامنيات. الان خلص الاجراءات على ان اختم بعدها البرنامج، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مشاهدي الكرام، فضل شرف احمد الحمادي. ما ادري كنت تتوقع يا فضل احنا نعمل لك الشيء هذا؟ والله كنت ما انا متوقع ان ما حصل الحلم يعني بفضل الله ثم بفضلكم. بارك الله فيك. الله يحفظك. المهم مالك الان ان شاء الله تتمنى عليه السلامه ان شاء الله، بعدين حيكون ان شاء الله سنوات وسنوات متقدمه. بارك الله فيك، سلامي لك ولكل افراد الاسره. هذا دفتر التوفير مشاهدي الكرام بالمبلغ المقدم من مؤسسه صالح الاجتماعيه للتنميه. لك مني خالص الامنيات يا فضل. شيء كلمة عندك مختصر ولا شيء؟ الله يحفظك. ما عاد في نفسك؟ ما عاد نفس شيء. سلم على حماس بالله، لا تنسى. تمام، تحياتي لك. وهكذا مشاهدينا الكرام وصلت بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة. لكم مني دائما أجمل وأخلص الأمنيات في برنامج أحلام البسطاء. أتمنى بأن أحقق لكم حلمكم الدائم في برنامج أحلام البسطاء. كونوا على الموعد فنحن على العهد دائما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلم لي